فالمقصود أن المرأة إذا أحسنت التعامل مع الزوج ملكت عليه قلبه، ملكت قلبه، وهو أيضا إذا أحسن التعامل معها ملك قلبها. فما الذي يجعل الأمور تفسد أحيانا بين الزوجين وهما في بيت واحد؟ سأتعرض لعدد من النقاط بشكل سريع. أولا، يقع إهمال أحيانا من الزوج للزوجة، أو إهمال من الزوجة للزوج، وتجد أن الزوجة يدخل الزوج سلام عليكم وهي على الجوال أحيانا، وتستمر على الواتس، تخلص من الواتس، تدخل على سناب شات، خلصت من سناب شات، دخلت انستغرام، خلصت من انستغرام، بدأت تبحث في تويتر، تبحث في فيسبوك، وكأنها تبحث عن شيء تنشغل به عن زوجها. طيب الزوج يحتاج من يقول له إيش أخبارك، ها كيف الشغل اليوم، اليوم كأنك تأخرت شوي، ها إيش أخبار فلان زميلك اللي في العمل اللي قلت لي مرة أنه كذا وكذا، طيب ترى نحتاج اليوم نخرج إلى كذا، ما رأيك اليوم أن نذهب إلى كذا، اليوم ابني فلان ترى لما جاء من المدرسة قال لي كذا. يحتاج إلى امرأة إذا جاء تحتويه، تسولف معه، تتحدث. إذا المرأة أهملت الزوج، أو ربما أيضا أهملته بما هو أشد، وصارت المرأة أحيانا تخرج من البيت حتى وهو لا يدري أين هي، يرجع ما يدري وين زوجته، يمكن عند الجيران، يمكن ذهبت إلى أهلها، يمكن عندها موعد في المستشفى، يمكن ذهبت لمدرسة بنتي تسأل عن، ما يدري وين زوجته، وربما أيضا يتصل بهاتفها ما ترد عليه. هذا الإهمال الذي يقع من الزوجة، أو الإهمال الذي يقع من الزوج، هو من أكبر فساد العلاقات الزوجية التي تقع في البيوت ووجود المشاكل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى أصحابه، وإذا هو عليه الصلاة والسلام القائد وهو المفتي وهو المعلم وهو الخطيب وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، وإذا دخل بيته فهو الزوج. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون معنا في مهنة أهله، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، ويأتي إلى عائشة وهي تلعب بعرائس من قطن، ويقول: ما هؤلاء يا عائشة؟ فتقول: هؤلاء بناتي. فيقول: كيف بناتك؟ وما هذا؟ رأى فرسا له أجنحة. قال: ما هذا الفرس؟ قالت: فرس له أجنحة. قال: كيف فرس له أجنحة؟ قالت: أما علمت أن نبي الله سليمان كان عنده خيول لها أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول: يعني تعلميني عن سليمان عليه السلام؟ فضحك عليه الصلاة والسلام. هو في بيته يمارس دور الزوج، ما دخل عليه الصلاة والسلام إلى عائشة فحدثها بإنما الأعمال بالنيات وأحكام الصيام وأحكام الحج وأخبار الوفود، لأن هذه الزوجة لا تحتاج مني هذا، تحتاج مني عاطفة وكلام حسن وشعور أني زوجها. ولذلك الإهمال الذي يقع من الزوج لزوجته، أو من الزوجة لزوجها، هذا كالمطرقة التي يطرق بها جدار الزوجية ويهدمها حجرا حجرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أحيانا بعض الشباب يقول: يا أخي أنا منذ أن تزوجت صار زوجتي تقول لي لا تتأخر عن البيت. طيب أنت بتطلع مع أصحابك استراحة؟ لا لا تطلع. يا أخي زوجتي تتحكم فيني؟ أقول له: نعم. وأنت تريد تتزوج هكذا؟ تريد حياتك قبل الزواج هي حياتك بعد الزواج؟ طبيعي أن يتغير برنامجك بعد الزواج يا أخي، أنت أدخلت امرأة إلى حياتك، هل تريد أن تكون كما كنت من قبل؟ كما قال: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب. طبيعي أن الإنسان كل مرحلة من مراحل حياته أن تتغير مسؤولياته، تتغير اهتماماته، يتغير ترتيب برامج يومه، فلا بد أن ينتبه الإنسان إلى هذا. من هذا أيضا مما يحدث المشاكل الجفاف والغلظة أحيانا بين الزوجين. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرق الناس في تعامله مع نسائه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع عائشة فتشرب عائشة بالإناء، كأس أو إناء، تشرب لبنا مثلا، فإذا وضعته ينظر من أين شربت
ثم يلف الإناء ويشرب من نفس الموضع الذي شربت منه عائشة. طيب السؤال، هل يختلف طعم اللبن إن شربه عليه الصلاة والسلام من الموضع الذي شربت منه عائشة أو من الموضع الآخر؟ لا يختلف، لكن يريد أن يلاطفها، يأخذ الإناء ويلفه حتى يضع فاه على موضع فيها. ولذلك، لأن هذا الأمر أثر في عائشة، جعلت تحدث به، تقول: وأتعرق العرق، تأخذ مثلا العظم وتنهش منه لحمة، وأنا حائض، يعني فترة الحيض، ثم يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام مني وينهش من الموضع الذي أكلت منه. هذه العاطفة، هذه تبقي الحبل رطبا بين الزوجين. وتعلمون أنه لما كان عليه الصلاة والسلام في سفر راجعا وأقال لأصحابه: تقدموا، ثم التفت إلى عائشة وقال: تسابقيني؟ قالت: تسابقك. فسابقها عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام لها يوما: إني لأعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبا. قالت: كيف تعلم؟ كيف تعلم؟ قال: إذا كنت راضية عني وحلفت قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك، يعني أنا لما أزعل زعلي إني ما أقول اسمك، لكن ما أستطيع أفارقك وأذهب إلى أهلي من شدة تعلقي بك. وهذا حاضر، تجد اليوم الزوج لو أحيانا وقع بينه وبين زوجته مشكلة، فتجد أنه دخل عنده ضيف ويحتاج مثلا من يصنع له الشاي، فتجد أنه يدخل مثلا إلى الصالة وزوجته جالسة، كان في السابق يناديها باسمها، يقول لها مثلا: يا سارة اعملوا لنا شاي، ولا يا أم عبد الله اعملوا لنا شاي، أو مثلا: يا حبيبتي، أو أي لفظة بين الزوجين. لكن إذا كان زعلان يقول: هيه سووا شاهي، ويمشي، ما يبغى يقول اسمها. أو ربما يجد طفلا عمره 4 سنوات جالس في الصالة وأمه جالسة جنبه، ويقول: قل لأمك تسوي شاهي. طيب هي يعني مباشرة، ما يحتاج إلى واسطة بينك وبينها، لكن لوجود الخلاف لا يريد أن يذكر اسمها. فعائشة تقول: يا رسول الله، أنا لما أغضب لا يطاوعني قلبي أن أذهب إلى بيت أهلي ولا أن أطلب فراقك، لكني من شدة الغضب لا أستطيع أن أذكر اسمك، يعني أنا زعلانة. فقال عليه، فبين عليه الصلاة والسلام أنه يعلم ذلك منها. وغير ذلك من الأحاديث، مثل نظرها رضي الله تعالى عنها إلى الحبشة وهم يلعبون، إلى غيره. أيضا أيها الأكارم، من أكبر ما يحدث المشاكل تسريب الأسرار إلى خارج البيت، وكلما وقع مشكلة بين الزوج وزوجته حدث هو بها أصحابه، وحدثت هي بها صويحباتها، أو ربما حدثت أمها وأخواتها، وهو قد حدث ربما إخوته وأمه وأباه. أمسك لسانك، الرجل يحل مشاكله بنفسه ولا يلجأ إلى حلها عن طريق غيره إلا عند الضرورة الشديدة، وإذا ذكرها لغيره يذكرها لعاقل حكيم يعطيه الرأي، وليس على سبيل السوالف مع أمه وأخواته، كلا، خاصة الأمور الخاصة في فراش الزوجية. والنبي عليه الصلاة والسلام قام مرة يخطب ثم قال: لعل رجلا يدخل بيته ويستتر بستر الله، ثم لعله أن يأتي الناس فيخبرهم بما يقع بينه وبين زوجته. في أحد منكم يدخل ويغلق الباب بعد أن يطلع ويكلم الناس إيش حصل بينه وبين زوجته؟ فسكتوا. فقال للنساء مثل ذلك، يعني لعل امرأة تستتر بستر الله، يعني الله ساتر عليك في بيتك، لماذا تفضح نفسك؟ لعل امرأة تستتر بستر الله ثم تخرج تحدث الناس ما يكون بينه وبين زوجها. فسكتنا. فقامت امرأة على ركبتيها، كانوا جالسين على الأرض، المرأة حتى يصل صوتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قامت على ركبتيها، ما قامت قياما تاما لكن وقفت على الركبتين متطاولة ليسمعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله. فالتفت إليها قالت: إنهم ليتحدثون، الرجال اللي سكتوا
والله أنهم يتحدثون بما يكون بينه المشاكل التي في بيته أو ربما ما يقع بينه وبين زوجته في الفراش. قالت إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال إن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فقضى حاجته والناس ينظرون إليهما. ولذلك انتبه، مشاكل اللي تقع بينك وبين زوجتك ترى هذه مشاكل عادية، مشاكل عادية. يعني ما دخلت يوما ورأيت زوجتك تسجد لصنم أو تسجد لصليب ولا تسجد لقبر بين يديها. يعني نامت والله ما سوت الأكل، فعلت كذا، ضيعت الجوال، ما نظفت الأولاد، ما صنعت كذا، حصل منها كذا، خرجت من غير إذني، تبقى أنها مشاكل يمكن أن تحتوى. فانتبه لا تنقل ذلك إلى غيرك، فإن نقلته فشاور حكيما عاقلا حليما يعرف كيف يحل هذه المشاكل، ولا تبدأ تلقي هذا إلى كل أحد. من ذلك أيضا مما يحدث المشاكل، وأذكر من الأمثلة اللطيفة، أحد الناس وقع بينه وبين زوجته مشكلة، فكأن غضب عليها وصرخ عليها وكذا وتأثرت وبكت، وهي تبكي من شدة ما أصابها من زعل وغضب وصراخ وأنت ما تفهمين وأنت كذا، وإذا بالباب يطرق وإذا هم أهلها أقبلوا زائرين. هذه اللحظة لحظة انتقام ولحظة فضفضة، والمفروض تتعلق بأهلها وتقول شفتوا ماذا فعل، والله أنه الآن يصرخ علي، ولا يمكنه ضربني بعد أو رماني بمثلا شيء قريب منه. فلما رآها زوجها أهلها تمسح الدموع قالوا ما بالك؟ فقالت لا والله، طبعا زوجها يسمع الآن، قالت لا والله بس كنت جالسة وتذكرتكم واشتقت إليكم وبكيت شوقا إليكم، وسبحان الله وإذا بكم تدخلون علينا. فعظم هذا في قلب زوجها، عظم في قلب زوجها، أحرجته كما قال وما قتل الأحرار كالعفو عنهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. المرأة لما قالت هذا الكلام عظمت في عين زوجها، أغلقت فمه ما استطاع يتكلم، حتى إذا خرج أهلها يقبل رأسها ويديها ويقول والله إنك أعظم امرأة، كيف جاء في عقلك مثل هذا العذر الرائع وأنت تبكين مما أصابك مني ومن ربما أنه مد يده أيضا عليها. فقدرة الرجل وقدرة المرأة على ضبط النفس في هذه المسائل هذا توفيق. من ذلك أيضا أن لا يتدخل كل من الزوجين في شؤون الآخر إلا فيما يحتاج إليه. ما في داعي الواحد يتحكم في زوجته في كل صغيرة وكبيرة، وهي أيضا تتحكم به في كل صغيرة وكبيرة، إلى حياتها ما دام تلبس اللبس المناسب اللي ما في حرج شرعي، تزور بعض صديقاتها مما ليس في ضرر من زيارتهم، قالت لك والله أنا سأذهب مع أختي، أنا سأذهب إلى أمي، ما دام ما في ضرر على البيت وعلى الأسرة فلا تشدد في هذا. أنا أعرف أن بعض الأزواج أحيانا تقول لزوجته سأفعل كذا فيقول لا، تقول طيب ليش؟ قل بس لا. من حقها يا أخي أن تعرف ليش، هي ليست عبدا مملوكا بين يديك تأمر بمصالحك كما تشاء. من حقها قلت لا تحضري العشاء اللي عند أختك أن تقول لها ليش، تقول والله أنا سيأتيني ضيف، والله الأولاد سيناموا مبكرين وريدك أن تكوني موجودة، والله أنا أحتاج إلى كذا وكذا. أما التحكم المطلق والتدخل في كل شأن من شؤون الزوجة أو هي أيضا تتدخل في كل شأن من شؤونه هذا مما يحدث المشاكل. في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أم سلمة يوما يا رسول الله أشعرت أني أعتقت وليدتي، عندها جارية مملوكة وأعتقدها، قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها. إذن معنى ذلك أن أم سلمة
تصرفت في مالها من غير إذن زوجها عليه الصلاة والسلام. قال: ما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك. وأذكر أن هذا الحديث قرئ على شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وأنا حاضر في المجلس، وقال الشيخ: هذا يدل على أن المرأة إذا كانت عاقلة تحسن التصرف بمالها أن زوجها لا يحق له الاعتراض. يعني قالت: والله أنا ورثت من أبي كذا وكذا، وأريد أني أبني مثلا مسجدا بالمبلغ الفلاني، أو أن أفعل كذا أو كذا. ما دام أنه ليس إسرافا ولا وليس هناك حاجة ملحة عند الزوج لهذا المال، أو فقر أو ديون ونحوه، يقول الشيخ: فإنه لا ينبغي له الاعتراض عليها. هذه أم سلمة أعتقت جاريتها دون أن تستأذن زوجها عليه الصلاة والسلام. فالتدخل أحيانا بين الزوج والزوجة هذا ما يحدث المشاكل. كذلك عدم الاهتمام أحيانا بالجانب التعبدي بين الزوجين، هذا أيضا مما يذهب بركة البيت. مفترض الزوج يوقظ زوجته تصلي الفجر وهي توقظه أيضا. المفترض أنهم يتواصلون على الخير: ما رأيك نصوم بكرة يوم الاثنين؟ ما رأيك نصوم يوم الخميس؟ وش رأيك نطلع ناخذ عمرة مثلا؟ ما رأيك أن نزور خالتك فلانة، أنت من زمان ما زرتها؟ ما رأيك أن نزور مثلا كذا أو كذا؟ بحيث أنهم يتآمران بالمعروف ويتناهيان عن المنكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وقالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي تقول: فإذا اقترب الفجر أيقظني. قومي صلي الوتر يا عائشة. هو يصلي كثيرا من الليل، فإذا اقترب الفجر قال: قومي صلي الوتر يا عائشة. ولذلك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الحرص على الجانب الشرعي في البيت هذا مما ينزل السكينة على أهل البيت. قراءة سورة البقرة يوميا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والله يا إخواني حدثني عدد من الإخوة ممن يحرصون على تلاوة سورة البقرة يوميا في البيت، حتى لو يقسمها بينه وبين زوجته: أن تقرأ كل يوم من ألف لام ميم إلى قوله كذا، وأنا أقرأ كل يوم من كذا، حتى لو قرأ هو قبلها أو قرأت هي قبله. يحدثوني عن، سبحان الله، السكينة التي تنزل في البيت والراحة وقلة المشاكل بشيء عجيب. يقولون: لا نظن أن بركة ذلك إلا بقراءة سورة البقرة. وهذا مصداق لقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يفرق، يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كذلك مما يحدث المشاكل عدم اهتمام الزوج أو الزوجة بالنظافة الشخصية. فعلا تجد أن الزوج ربما يبتسم لزوجته وفي فمه بقايا طعام الأمس، بقايا بقدونس وبقايا مدري إيش تظهر بين ثنايا أسنانه، أو ربما يعني لا يهتم بسنن الفطرة التي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بها من إزالة الشعر من أماكن إزالته، ومن يعني حف الشارب ونحوه مما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به. فاهتمام كل واحد بنظافته هذا أمر مهم. سئلت عائشة: بما كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته؟ وقالت: كان يبدأ بإيش؟ كان يبدأ بالسواك، لأجل أن يطيب فمه عليه الصلاة والسلام ليقيا أهله. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف بريح الطيب إذا أقبل، يعرف بريح الطيب إذا أقبل صلوات ربي وسلامه عليه. من ذلك أيضا مما يحدث المشاكل عدم صبر أحد الزوجين على الآخر. تجد الزوج مثلا أصيب بجائفة في ماله، تبدأ الزوجة تقول له: طيب احنا يعني الآن ما هو الحال؟ يعني قبل كان راتبك كذا والآن راتبك كذا، والآن عليك ديون، طيب ما نطلع من هالبيت نسكن بيت أصغر ليش؟ هذه ظروف الحياة يا أختي.
كما أنه لو وسع عليه لأسكنك بيتا أكبر، كذلك لما ضاق عليه، لما قدر عليه في رزقه أسكنك بيتا أصغر. تحملي، تحملي كما هو يتحملك أيضا. وهذا أمر في غاية الأهمية. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا تزوج امرأة، يقول فلما دخل بها وإذا فيها الجدري، يعني آثار الجدري، وتعرف آثار الجدري تكون مثل النتوء في الوجه والجسم، مرض الجدري. يقول فقال لها كيف أنت وكيف أهلك، واسمحي لي أنا ترى نظري ضعيف حتى ما يحرجها. يقول وظلت معه سنين لا تعلم أنه يعلم أنها مصابة بالجدري، ساكت خلاص ما رآه، وأخذتها وتزوجتها، ليش أحرجها كل مرة وأبدأ أقول والله أنت وجهك كذا وجسمك كذا، خلاص هذا قدر الله، وربما أن عنده زوجة أخرى أو كذا. تقول بقيت معه سنين وهي تظنه حتى توفيت، وهي تظن فعلا أنه لا يستطيع أن يرى بشكل جيد، كله مراعاة لنفسها. كذلك ما وقع لأيوب عليه السلام من صبر امرأته على مرضه. أيوب عليه السلام أصيب بأنواع من الأمراض من الجدري وغيره، وقال، يقول ابن كثير رحمه الله، يقول كان يخرج في جلده مثل ثدي المرأة، يعني مثل النتوءات الممتلئة بالماء والقيح والصديد، تكبر حتى تكون مثل ثدي المرأة، يقول ثم ينفق ويخرج منه القيح والصديد، مرض. ففارقه الناس، قالوا ما هذا المرض، حتى الجدري ليس كذلك. ولم يبقى معه إلا امرأته ترعاه وتهتم به، حتى وقعت القصة المشهورة، كانت تذهب إلى البيوت تخدم حتى يعطوها طعام له، ثم بدأ الناس ما يجعلونها تخدم عندهم لأنها تخالط أيوب عليه السلام، فيخشون أن تنقل إليهم مرضه. فقصت مرة جديلتها وباعتها واشترت طعام، ثم قصت الجديلة الأخرى حتى شفاه الله تعالى. هذا بعد صبرها طوال هذه السنين معه. كذلك من التعاملات التي قد تحدث مشاكل الإجراءات التعسفية من الزوج أو من الزوجة في العقوبة، يعني بمعنى أنك تجد أنه شديد عليها أو هي شديدة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها بغضا يؤدي إلى طلاقها، لا يفرك مؤمن مؤمنة، ثم قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا كرهت من زوجتك والله يا أخي مثلا ما تهتم بشكلها، فرض منها أنها كثيرة العبادة. إن كرهت أنها مقصرة في العبادة، ارضى منها أنها تحسن إلى أمك وأخواتك. إن كرهت منها أنها لا تحسن إلى أمك وأخواتك، فارضى منها أنها معتنية ببيتك وأولادك. يقول عليه الصلاة والسلام إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال عليه الصلاة والسلام لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها آخر الليل أو قال آخر اليوم، يعني يتعامل معها بلطف، لا يتعامل كما أنها خادم أو ربما أيضا خادم مملوك بين يديه، يتعامل معه بالغلظة والشدة، يعني ويأمره بما يشاء. ولما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الزوجة على الزوج، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تقول قبح الله وجهك، أو مثلا بعض الناس أعوذ بالله يقول الله يلعن وجهك، ولا الله قبحك الله، ولا شيء من الألفاظ الدارجة على ألسنتهم. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا تهجرها هجرانا تاما، لكن في البيت تنام في غرفة ثانية على أنك زعلان. وكذلك مما يحدث المودة حل المشاكل بسرعة. في يوم من الأيام أقبل أبو بكر إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بدأ يطرق الباب، يحرك الباب يريد أن يدخل، وإذا به يسمع صوت
عائشة رضي الله عنها تتناقش مع النبي عليه الصلاة والسلام وصوتها مرتفع، يعني في مشكلة بينهم، مشكلة زوجية. فغضب أبو بكر وأخذ يحرك الباب بقوة ويقول: ائذنوا لأبي بكر، ائذنوا لأبي بكر، يعني افتحوا الباب، افتحوا الباب. ففتحوا الباب له، فدخل وأقبل على عائشة ورفع يده ليضربها وقال: يا ابنة أم رومان، يعني يا بنت فلانة، ما قال يا بنتي من شدة غضبه، قال: يا ابنة أم رومان، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا عائشة هي تؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في البيت تتعامل مع هذا زوجي، فيقع بينهما ما يقع بين الأزواج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه ويعطي يوم من النفقة ويقرع بينهن، يعني تعامل كما يتعامل الزوج ويقسم بينهن الليالي ونحوه. فقالت: ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وغضبان ورفع يده. عائشة ليس لها مكان تهرب إليه إلا إما في الشارع وإما وراء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البيت كله عبارة عن غرفة واحدة، أصل البيت كله غرفة وفيه ستارة، إذا دخل ضيف تجلس المرأة وراء الستارة. فجعلت عائشة تلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يساعدها. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا الآن تلوذين بي، يلا تفهم معها مع بنتك، لا، جعل عليه الصلاة والسلام يمنعها عنه. وأبو بكر يلف يمين ويلف يسار غضبان بيضرب، وعائشة تختبأ وراء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رأى أبو بكر أنه ما استطاع أن يصل إليها فخرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أما رأيتني منعتك عن الرجل؟ يعني إراضيها، خلاص عاد ما تشوف أني منعتك عن، يعني أنا لو زعلان خليته يضربك. أما رأيتني منعتك عن الرجل؟ وجعل عليه الصلاة والسلام يترضاها حتى رضيت، وجعل يتضاحكان، يضحكون، شفت لما بغى يضربك، شفت كيف لف وراء ويضحكون. أبو بكر لما خرج جلس قليلا ثم مرتاح بيرجع يضرب. وأحيانا الواحد سبحان الله كذا، أحيانا تغضب مثلا على ولدك مثلا، وتدخل الغرفة وتصرخ عليه وتهاوش، أنت ما تفهم، أنت سويت كذا وكذا، ثم تطلع تجلس دقيقتين ثم تحس أنك ما ارتحت، ما شفيت صدرك، وترجع مرة ثانية وتهاوش زيادة. هل يقع لكم ذلك ولا لي بس؟ هذا يقع، تجد أنك تصرخ عليه في عملها ثم تطلع ثم تحس أنك ماش في كلام ما قلته، في صراخ لسه باقي، وترجع مرة ثانية وتكمل عليه، هذا إذا ما ضربت بعد. فأبو بكر خرج ثم شعر أنه ما صنع شيئا، لا أنا باقي عندي هواش، باقي عندي صراخ، باقي عندي تأديب، ورجع مرة ثانية وطرق الباب ودخل. فنظر وإذا هما يتضحكان. شوف سرعة حل المشكلة، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام تركها وخرج وقال أنا عندي زوجة غيرك، حل المشكلة بسرعة. ثم رآهما أبو بكر وهما يتضحكان فقال: ما رأيتك اليوم عجبا قط، اليوم يوم عجيب، ما رأيتك اليوم عجبا قط من رضا، من سلم بعد حرب. يعني أنتم تتحاربون قبل قليل ومباشرة جاء السلم وضحك. ثم قال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، مثل ما أنا دخلت في الحرب وصرخت وقعدت أركض وراء ابنتي لأضربها، ضحكوني معكم، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، شوف يعني حرصه عليه الصلاة والسلام على أن لا يحدث مشكلة أصلا، وإذا حدثت المشكلة حلها بسرعة. تقول عائشة رضي الله عنها كما عند النسائي: تفقدت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة في الليل وظلمة، لأنهم يوقدون السراج والسراج يطفأ عند النوم، وأيضا كانت النوافذ في بيوتهم صغيرة ظلام، وربما أيضا كانت ليلة غير مقمرة، وبالتالي حتى لو جعلوا بعض البيت غير مسقوف
أيضا الضوء ما يدخل بشكل كافي. تقول: فجعلت أتلمسه بجانبي، ووقع في نفسي أنه ذهب لإحدى زوجاته، يمكن قام في الليل وراح ذهب إلى زوجته الأخرى وهي ليلتي. تقول: وأنا أتلمس وقعت يدي على شعره فاستيقظ، ثم قال: جاءك شيطانك، جاءك إبليس يوسوس يا عائشة، ها؟ جاءك شيطانك. فهي ما قالت: معليش آسفة يا رسول الله، والله ما كان قصدي، أنا كنت أبحث عن كذا ولا. قالت: وأنت أمالك شيطان؟ أنت بعد ما يجيك شيطان يعني يوسوس لك وتطلع لحرمتك وتخليني؟ وأنت أمالك شيطان؟ فقال: بلى. هذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو فيه النوم. شفت الواحد لما يوقظ من النوم تكون نفسيته وسط، يعني يحتاج شوي حتى ينعدل مزاجه. هو عليه الصلاة والسلام الآن في ظلمة الليل يصحى يستيقظ. قالت: وأنت أمالك شيطان؟ يعني برضو حتى أنا شكيت أنت ممكن عندك شيطان يوسوس لك وتقوم إلى زوجة أخرى. قالت: وأنت أمالك شيطان؟ قال: بلى، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قيل: فأسلم أو فأسلم، المهم أن ليس منه ضرر على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك دخل عليه الصلاة والسلام يوما عليها رضي الله عنها، وإذا هي قد عصبت رأسها وتقول: ورأساه ورأساه. فقال: بل أنا ورأساه يا عائشة، يعني أنا اللي عندي الألم فعلا. وكان قد ابتدأ معه عليه الصلاة والسلام مرض الموت. ثم قال متلطفا معها، قال: وما يضرك لو مت، فكنت أنا أغسلك وأكفنك وأصلي عليك وأدفنك. يعني عائشة لو مت وأنا حي ستنالين شرفا عظيما، أن رسولا سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو الذي يغسلك ويكفنك ويصلي عليك ويدفنك، هذا شرف. يقول هذا الكلام لي يعني يوسع صدرها قليلا ويخفف عنها ألم المرض. فقالت: تغسلني وتصلي علي، أما والله لتبيتن تلك الليلة في بيتي عروسا ببعض نسائك. يقول: والله أنت تزوج ذيك الليلة أول ما تدفني. طيب، ومع ذلك ما قال شيء عليه الصلاة، ضحك خلاص، يعني دفعها إلى هذا شدة الغيرة وضحك. ما قال عليه الصلاة والسلام: هذا رد تردين به، يعني أنا الآن أريد أخفف عنك وأسمع منك الكلام، لا لا، يعلم الذي دفعها إلى هذا شدة الغيرة وانتهى الموضوع. وقد والله أنا أحدثكم عن تجربة جربت مثل هذا. ربما كان الإنسان في السابق لما لم يكن عنده يعني خبرة فيما يتعلق بالتعامل بين الزوجين، إن وصل إن رأى شيئا من أهله غضب مباشرة، أو وصلته رسالة غضب مباشرة. ثم تجد أحيانا ربما تغضب من شيء من زوجتك وتكتب لها رسالة شديدة اللهجة عنيفة جدا فيها تهديد، وتضع مثلا إرسال في الواتساب، ثم تغلق الجوال وتضع في جيبك، ثم بعدما تهدأ بعد ساعة ساعتين ثلاث تطلع الجوال بتتصل ولا ترسل لأحد ثاني فتنظر، وإذا الرسالة لم يتم الإرسال. طيب أسألكم، هل تتوقع أن هذا الزوج اللي كتب الرسالة الغليظة الشديدة سيقول في نفسه إلا أرسلها، أم أنه سوف يمسح ويغير ويهدئ العبارة أو ربما يمسحها كلها؟ توقعون الأول ولا الثاني؟ الثاني. وأنا قد جربت هذا بنفسي، أحيانا أقول خيرة الحمد لله أن الرسالة ما راحت، الحمد لله خلني أعدل، ما لا داعي للعبارة ولا لها داعي. ولذلك هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، المشكلة تحل مباشرة مباشرة، حدث مشكلة تحل، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظمها إذا وقعت. كذلك من ما يحدث المشاكل تعيير أحد الزوجين للآخر بذنوب الجاهلية، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. من المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يفعل الذنب في الليل يبيت يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عليه، يبدأ يقول أنا سويت وفعلت. أذكر مرة كنت في إحدى المناطق التي يذهب إليها الناس
يذهب إليها غالبا في المملكة، يعني يذهب إليها غالبا الأزواج يغيرون جو، يعني أول ما يتزوج يسافر إليها. يعني تجد بعض الناس مثلا يطلع الجدة، يطلع للشرقية مكان في بحر، يطلع مثلا الجنوب يكون الجو مثلا بارد، يطلع للطائف، الأماكن التي فيها غالبا تجد المعاريس. يعني فكنت مع أولادي خارج إلى مكان متنزه، فرآني شاب فعلا كان جالس مع زوجته، واضح أنهم لسه متزوجين، وجاء وقال ما علي أنا بتكلم معك وجئت إليه. قال هذه زوجتي، ونحن اليوم الثاني أو الثالث للزواج، وقد كرهتها الآن كرها، لو معي مسدس أطلقت عليها. قلت أعوذ بالله، أعوذ بالله، ليش؟ قال البارحة جالسين ما عندنا سواليف، تعرف واحد صار له يومين ثلاثة يتكلم خلص الكلام، فيقول ما عندنا سواليف. وقلت لها وش رايك كل واحد يخبر الثاني بأسراره؟ قالت كيف؟ قلت تخبريني بكل أسرارك السابقة وحركاتك أيام المتوسط والثانوي، وإذا كان لك علاقات لك شيها، ترى ما في يعني أكثر البنات كذا يصير لهم وكذا، خبريني، والله غفور رحيم ومدري إيش. يقول وحدثتني، قالت إني والله أنا في أولى ثانوي تعرفت على أخ صديقتي، وكان يات في البيت ومدري إيش، يعني ما وقعت في شيء بس حركات مراهقة يعني، وأنه كذا أرسلت صورتي إليه وأرسل صورته إلي، وأنه كان بيخطبني، وفي ثالث ثانوي تعرفت على أخ الصديقة الثانية ومدري إيش، والبنت الآن صالحة، انتهينا يعني، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، انتهى الموضوع، الله غفور رحيم. يقول فقالت ذلك وأنا رجل غيور. قلت كيف يعني؟ الآن ذاك ربما أن صورتها لا تزال عنده، كيف بكرة أشوفه في لو رأيته في أي مكان؟ والثاني أيضا مدري إيش جاء وتكلم معها طيب كيف يقول والله ما أستطيع أن أقرب يدي ألمسها بعدما قالت. قلت في نفسي يعني هذه البنت عفوا قليلة الحكمة، قليلة الإدراك، سيئة التصرف، خلاص اللي فات مات، انتهينا، ليش تخبرينه أصلا؟ وأنت أيضا لا تفضح نفسك، لا تقول لزوجتك والله تصدقين أنا قبل كنت أفعل، ما له داعي يا أخي، كنت أفعل وأفعل، انتهينا. بل حتى لو اضطر للحلف يحلف ويكذب، لو قالت زوجتك هل أنت يعني قد مثلا تعرفت على غيري ولا كذا، حتى لو أنك عندك ما عند الشباب سابقا من فساد، قل أعوذ بالله، لا أبشرك الحمد لله أنا عفيف وطيب، والله خادم بيتنا وخادم إخواني، ويعني ولله الحمد يعني أموري طيبة وكذا، يعني بالعكس. قالت أحلف، قل والله العظيم، طلع نفسك، كذب الرجل على امرأته لإرضائها وكذبها عليه لإرضاء لحل المشكلة جائز، وهي أيضا لو زل بها القدم يمين أو يسار وقال يا الله ترى كذا وكذا، قد أحد كلم قد، تقول أعوذ بالله، أبشرك أن أبي ربنا تربية طيبة والحمد لله إلى آخر ذلك. ولذلك أذكر وصية أرسلها أحد الأخوة عندنا في جروب في الواتساب، يقول إن الرجل إذا وضعت زوجته رأسها على صدره ثم قالت له يا زوجي العزيز هل يوجد امرأة أخرى في حياتك؟ فاعلم أنها لا تهتم بسؤالك وإنما تهتم بضربات قلبك، لأنك ممكن تجاوب وتقول لا، هي ما يهمها لا ونعم، يهمها القلب وش وضعه، إذا بدأ القلب يرجف يمكن أنها عرفت، يمكن وصلها خبر، يمكن أحد علمها، إذا بدأ القلب يرجف قالت صدق، ولا إيش يجيب رأسها عند صدرك؟ قال هذه محبة، وبعدين لما وضعت رأسها على الصدر ما في غيرها السؤال، أعوذ بالله، في واحدة غيري في حياتك، الله لا يسلط علينا. فأنا أقصد بهذا أن يعني لا يعيرن أحد الزوجين الآخر بما يكون من أيام الجاهلية، خلاص اللي فات مات، والله غفور رحيم، والله تعالى الذي يتولى الحساب والعقاب ومحاسبة الإنسان على ما عمل،
فلا يجوز للزوج أنه يسأل، لا يجوز. فإن سألها فلا يجوز لها أن تخبره، ما هو برب العالمين هذا يحاسبك، خلاص انتهى الأمر، قولي أبد امرأة عفيفة وبنت ناس والحمد لله وتربيتنا طيبة وأنا بعيد عنها، وأنت كذلك قل هذا، حتى ما تقول لك زوجتك يوم من الأيام أصلا أنت إنسان فاسق وإنسان خربان، أصلا أنت قلتني بنفسك أنك كان عندك كذا وكان عندك، تبدأ تستدل عليك لإثبات أنك إنسان عليك ملاحظات، تستدل عليك بكلامك. ولذلك خل الماضي عندك ما يعلمه إلا الله، وخلها تنظر إليك أنك ورقة بيضاء، وهذا أمر مهم. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب رأس من رؤوس اليهود وعدو من أعداء الدين والإسلام، وحارب النبي عليه الصلاة والسلام في كل موضع، ولم يذكر أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها أباها في ليل أو نهار، تخيل، ولا قال لها أنت بنت كذا وأصلا أبوك كان يفعل كذا وأنتم أصلكم مثلا من اليهود، ولا قال لها ولا كلمة، بل مدحها عليه الصلاة والسلام يوما وقال إنك بنت نبيين، أنت يعني من نسل أنبياء، أنت من نسل، إنك من 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 نسل ابنة نبي وتزوجت نبي، يعني أنها عليه الصلاة والسلام من نسل موسى عليه السلام وأنها تزوجت محمدا عليه الصلاة والسلام. شوف يمدحها، ما عيرها عليه الصلاة والسلام بأمر يحاول أن يتلمسه في حياتها. كذلك من الأمور سرعة الغضب، أحيانا لا تغضب ولك الجنة كما في الحديث المشهور، الوسوسة وسوء الظن، الوسوسة وسوء الظن، ويوسوس أن عندها كذا أو فعلت كذا، أيضا ابتعد عن هذا، إن بعض الظن إثم. وكذلك معاقبة الزوج زوجته أمام أولادها، أحيانا انتبه لا تصرخ عليها أمام عيالك أو تقل أدبك عليها أمام أولادك، ممكن وأنتم لحالكم تتهاوشون، لكن أمام الأولاد، أمام الخادمة، أمام أهلك احفظ لسانك. كذلك الزوجة مع زوجها طبعا بلا شك في مثل هذا. كذلك كثرة الشكاية، كثرة الشكاية لا تنبغي، ظروف زوجك خلاص متواضعة، ما له داعي كل مرة ما عندنا كذا وما فعلنا كذا وصلحنا كذا، خلاص ارضي بما قسم الله لك. كثرة الشكاية، إبراهيم عليه السلام، ولعلي أختم إن شاء الله خلال الخمس دقائق، إبراهيم عليه السلام لما تزوج ابنه إسماعيل، وكان إبراهيم في الشام، أقبل إبراهيم عليه السلام زائرا فطرق الباب على بيت إسماعيل، فتحت امرأة إسماعيل الباب فقال أين زوجك، هي ما تدري من هذا الرجل كبير في السن، قالت أين، قال أين زوجك، قالت خرج يبتغي لنا، خرج يعني يدبر لنا طعاما، أما يشتغل ويجيب طعام ولا يصيد لنا شيئا، خرج يعني يشتغل مثل الناس، خرج يبتغي لنا، قال كيف عيشكم، قالت شر عيش، ما عندنا إلا الماء والتمر، وجعلت تذم عيشها وعيش زوجها، تذم هذا عند رجل لا تعرفه ولا تدري إن هذا هو أبو الزوج، يعني لا يقول أن أحدكم، نعم ربما هي تشتكي إلى والد زوجها، هي ما تدري إنه والد زوجها أصلا، إبراهيم عليه السلام ما كان ساكن معهم في مكة. فتضايق إبراهيم من هذه المرأة الشكاية اللي كل من طرق الباب بدأت يعني تنشر غسيلها أمامه، فقال لها عليه الصلاة والسلام، حملها رسالة، قال إذا جاء زوجك فمريه أن يغير عتبة داره، وراح. فأقبل إسماعيل، كيف الحال وإيش الأخبار، من جاء، إيش في أخبار عندكم، من جاءكم اليوم، من، قالت جاءنا اليوم رجل شايب كبير شكلك كذا وكذا، قال آه هذا أبي، جاء زائر، هذا أبي، هل أوصاك بشيء، قالت نعم، قال لي إذا جاء زوجك فقولي له غير عتبة دارك، فقال هذا أبي وقد أمرني بطلاقك، وطلقها. ثم مضى وقت وتزوج إسماعيل أخرى، فجاء إبراهيم زائرا، فلما جاء زائرا طرق الباب كما فعل في المرة الأولى وفتحت أين زوجك، قالت خرج يبتغي لنا، الرجل غير موجود، الزوج طالع يشتغل،
فقال إبراهيم عليه السلام: كيف عيشكم؟ قالت: خير عيش. قال: فما طعامكم؟ قالت: اللبن واللحم. قال: اللهم بارك لهم في اللحم، ودعا لها. ثم قال: أعجبته أن المرأة تثني على الوضع وعلى زوجها وبيتهم، فقال: إذا جاء زوجك فقولي له ثبت عتبة دارك. المرأة مضبوطة هذه، خلها عندك، ثبت عتبة دارك. فلما رجع إبراهيم عليه السلام، فلما رجع إسماعيل عليه السلام إلى بيته، حدثته وقالت: مر رجل كذا وكذا، قال: هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقول: ثبت عتبة دارك. قال: هذا أبي وقد أوصاني بإمساكك. فالمرأة أيضا والرجل لا يكثر التشكي، إذا كان يمكن أن يحل مشكلة يحلها، لكن أيضا لا يكثر التشكي. والله تعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. من الأمور أيضا تعليم أهل البيت، يحرص أن يزيد أهله علما بالقراءة، يحضر معها محاضرات كذا. من ذلك أيضا ألا يحمل الزوجة أخطاء أهلها. أحيانا الزوج يتشارك مع صهره، أخو الزوجة، في تجارة، ثم هذا الصهر يخونه ويبدأ يقول للزوجة كل ما رآها: إخوانك خونة، إخوانك سرقوني. طيب أنا ما لي علاقة بهذا الموضوع يا أخي، أنا ما قلت لك شارك أخي ولا اقترحت عليك، أنا طلعني من الموضوع. وأنت لو لم تعلم أن أخي يمكن تستفيد منه لكان ما شاركته أصلا. فلا تحمل الزوجة أخطاء أهلها. عندها أخو متعاطي مخدرات، لا تدخلها في الموضوع. عندها أخو سرق منك مالا، لا تدخله في الموضوع. المرأة ما لها علاقة بهذا، وكذلك الزوجة في علاقتها مع الزوج. أيضا بقي أمور أخرى، تعامل مع أهل الزوجة أو الجيران ونحوه، لعل الله ييسر لها إن شاء الله لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح أحوال أهلنا في اليمن. اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل عيشهم قارة ورزقهم دارة. اللهم واحفظ جنودنا على الحدود وكلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم واحفظ أهلنا في الشام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمن ديارهم وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم احقن دماءهم وتقبل شهداءهم. اللهم واشف مرضاهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في فلسطين. اللهم مكن للحق وأهله في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين بالصهاينة الظالمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان. اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان. اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. السلام.